النهارده احنا عندنا قضيه مهمه جدا، الاساسيه اللي جينا عشانها هي النازحات واللاجئات اللي بسبب الحروب والنزاعات الموجوده في كل العالم دلوقتي. بقى في نساء كتير في اوضاع سيئه جدا، فعلينا ان احنا نقف جنبهم انسانيا وحتى عن طريق الاعمال الفنيه اللي احنا ممكن نتكلم عن ده ونرفع عليه الضوء عشان العالم كله يتكلم. حط المايك، مد المايك. حضرتك كان في سؤال خاص والنهارده لازم نقف جنب النازحات واللاجئات، لان فعلا امورهم صعبه، ولازم نوجه العالم كله لهذه المشكله وندعو العالم للتضامن معاهم والوقوف جنبهم، لانه فعلا التحديات اللي بيمروا فيها يعني اكبر منهم. لازم كلنا نقف جنبهم، بيواجهوا يعني احتياجات كتيره جدا، من تامين طعام لمواجهه برد قاسي، لاطفال في مخيمات بلا مدارس بلا مستشفيات. يعني لازم العالم كله يلتفت لدول ونقول ايه السبب ونعالج السبب الاساسي. ان احنا مش قادرين نعيش في سلام، في حروب ونزاعات حوالينا في كل مكان. فنقول للعالم احنا محتاجين بقى يبقى في حب وسلام في الدنيا كلها، كفايه حروب وكفايه نزاعات وكفايه بنشرد ناس وبتضيع بيوتهم وحياتهم وحقوقهم واولادهم وبيوتهم واموالهم. مش معقول اللي حاصل، وعلى النزاعات الحقيقه اشياء لا تستحق. علينا ان نتقبل الاخر، وعلينا ان ننشر الحب، وعلينا ان ننبذ العنف، وعلينا ان نتسامح كلنا. هي دي الدعوه بتاعت النهارده، دعوه لتضامن عربي عام، لان همنا واحد، هم واحد وهم مشترك. لازم نقف كلنا جنب بعض، ولازم نبعد بقى شبح الارهاب وشبح الحروب من حياتنا.